الاخبار الجديده اللي وصلتنا عن الاربعه ناجين اللي هم انقطع الاتصال بيهم من 3 ايام، ومع اتصالنا مع الناس الليبيين عرفنا ان في 7 جثث طلعت مشوهه بس مش عارفين اذا كانوا هم فعلا من المركب او من المركب تاني، وتم دفنهم هنا. اما بالنسبه لمركب الصيد دخل امبارح من اسكندريه وقائد التحقيق في اسكندريه، خلصوا التحقيق امبارح والنهارده هيجوا على نيابه رشيد. الناس نزلت من المركب الكبير ده في مراكب تانية بغرض ان هي تدخل ليبيا تشتغل، مش هم صيادين اصلا من هنا من البلد، كانوا رايحين يشتغلوا في الصيد، هم مش رايحين هجره غير شرعيه. الصيادين بتوعنا اغلب من الغلط، يعني الغلط هم صيادين شويه يعني. فبيطلعوا على باب الله يدوروا على اي لقمه عيش في اي مكان كان. وباي وسيله عشان عيالهم، كل واحد عنده بيت، كل واحد عنده اسره صغيره يعلم الله بيها. يقال ان هم كانوا 16 واحد. يعني هو منهم اللي جاء أربعة بس اللي طلعوا، هم شفناهمش لغاية دلوقتي، هم شفناهمش سمع بالتليفون بس هم موجودين يعني. منهم واحد يقال إنه توفى بقى، كان في واحد اللي طلع توفى بقى يعلم الله بقى. اللي احنا سمعناه والناس سمعته إن هم الأربع تنفار لما طلعوا طلعوا تعبانين شوية من البحر، يعني حالة إنقاذ خدتهم طلعتهم البحر ودوهم المستشفى. اما ودوهم المستشفى عبيت مصاوي شوي بلغوا على زملائهم 11 بالظبط من البلد اللي تم التوصل ليهم لحد دلوقتي، والباقي من اسكندريه وغيره والاماكن الثانيه. الاربعه الناجين هم اللي هيحددوا القصه بالظبط ايه هي باذن الله لما يجوا. ده اللي بنحاول نوصله لوزاره الخارجيه، يا ريت الاربعه دول يجوا عشان نسمع القصه كامله منهم، ايه اللي حصل معاهم؟ لان القصه كامله مش هتسمعها من الناس، هتسمعها من الاربعه دول بس. انا بروح اسرع 20 يوم. كويس يا عالم بالحال، يجي لي ما يجيليش تبع النصيب. الجاز غلط، مفيش حد بيضل على الصيادين في اي حاجه. الجاز غلط، احنا ميتين هنا، احنا هنا ميتين، يعني قريه بني الغزل دي ميته. السبب اللي احنا خلى الناس دي تدفع لنفسهم من الموت ان مفيش دخل لهم. لو قعد شهر هنا مش هيلاقي ياكل. في واحد ليبي هناك قال احنا جبنا 7 جثث من على الشط بس مش متاكدين اذا كانوا هم من مركب الصيد ده او من مركب تاني، لان هم قالوا الجثث على الشط من الخمس لما توصل زواره مرميه على الشط بتاكل فيها التعابين والفيران من كتر الجثث اللي هناك، فهم مش متاكدين. فاحنا يا سيادي المتحدث باسم وزاره الخارجيه يتاكد لنا اذا كانوا الناس دول حيين ميتين مفقودين فين عشان تبرد ناس اللي موجوده هنا في البلد.